السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم جميعا. إن شاء الله النهاردة هنركز شوية على موضوع البين. خلونا نعمل ويب بروجكت جديد، يو بروجكت جافا ويب ويب أبليكيشن نيكست، هنسميه سي مثلا إكزامبل 1 إكزامبل 2 إكزامبل 2 إكزامبل 2 موجود، نخليه مثلا إكزامبل 3 نيكست. الكونتكست باص زي ما انتم عارفين اتكلمنا عنه قبل كده، ممكن نخليه E3 وكل حاجة في الكونفيجريشن زي ما هي. نقول له بس هنستخدم فريم ورك اسمها جافا سيرفر فيسز ونقول له فينش. يبدأ يعمل لنا البروجكت بتاعنا اللي هو اكزامبل 3، وبيعمل لنا الاندكس بيج كحاجة ديفولت بترن اول ما بنعمل ران للبروجكت. انا هدخل على السورس باكجز دي اللي بنعمل فيها البين. احنا نعمل نفس الاكزامبل بتاع المره اللي فاتت ونركز بس على موضوع البين شويه ونشوف بعض الحاجات اللي بنعملها فيه. اول حاجه في الصفحه دي انا هعمل فور اتش فور سوري جوه الفورم. هبدأ بقى أقول أنا عايز أعمل إيه في الفورم بتاعتنا. عايز سي مثلا اليوزر نيم، نطقين في بعض مكان يكتب فيه اليوزر نيم اللي هو اتش انبوت تكست، والفاليو بتاعته هنحطها في حاجة لسه هنعملها في البين، نبقى نحددها لما نعمل البين. بعد كده أقول بريك بريك بس السلاش في الاخر، وبعد كده اقول له عايز اعمل باسورد برضو، نقطين في بعض مكان اكتب فيه الباسورد بس يبقى مخفي، يبقى نستخدم انبوت سيكريت، والفاليو بتاعته هنحطها في متغير برضو. في المتغير ده اسمه ايه لسه هنحدده في البين، اما نحدده نبقى نكتبه اقول له بريك. وعايز اعمل كوماند بطن بيتعمل باتش كوماند بطن، والفاليو بتاعته القيمة اللي هتظهر عليها اقول له اوكي، والاكشن الصفحة اللي هيروح لها لما اضغط على الزرار سي يروح للصفحة اللي اسمها ويلكم. كده انا خلصت الصفحة الاولى. عايز اعمل صفحة كمان، اروح في ويب بيجز نيو جي اس اف بيج، عايز اسميها ويلكم نفس الاسم اللي حددته في الاكشن، اقول له فينش. عايز اظهر ايه في الويلكم، اقول له مثلا هالو زائد اسم الشخص اللي دخل، بجيبه من المتغير اللي اسمه اللي موجود في البين اللي لسه محددناهوش ومش عارفين هو ايه، بس عن طريق التاج اللي اسمه output text. الفاليو القيمة هتيجي منين اللي انت عايز تظهرها لسه هنحددها في البين. نقول له مسافة كده your password is زائد قيمة الباسورد، بجيبها ازاي برضو في نفس الموضوع اتش اوتبوت تكست، ونجيب الفاليو بتاعتها من البين لسه هنحددها لما نشوف البين عامل ازاي. ده كده بالنسبة لي الصفحة التانية، انا كده حددت الصفحتين. عايز بقى اروح اعمل باكج عشان احط فيها البين بتاعي. الباكج دي هسميها داتا فينش. جوه الباكج دي هعمل جي اس اف مانج دي بين، هقول له اسمه يوزر، الكلاس هيبقى اسمه يوزر. هنا بقى عايزين نركز في حاجه بقى، هنا بيسالك النيم بتاع البين ايه، هل نخليه يوزر اليوسمو زي ما شوفنا المره اللي فاتت ولا حابب تستخدم حاجه تانية؟ لا انا هسيبها يوزر اليوسمو. هنا بقى حاجه مهمه جدا، السكوب بتاعك ايه، هل انت عايز ريكويست ولا سيشن ولا ابلكيشن ولا فيو ولا نون، وفي برضو سكوبز تانية مش موجودة في الليستة دي. انا هختار سيشن وهشوف يعني ايه سيشن دلوقتي. بعد كده هقول له فينش، هيبدأ يعمل لي البين بتاعنا. شيل بس الكومنتات عشان التبسيط. البين بس في انوتيشنز هنا بتقول ان هو سيشن سكوبد، وفي سيشن في انوتيشن تانية بتقول ان هو مانجد بين. هو طبعا لازم يبقى مانجد مين. هنا سيشن سكوبد او ريكويست سكوب دي زي ما احنا عايزين في الابلكيشن بتاعنا.
هل في variables احنا عايزينها؟ اه احنا عايزين string username وعايز string password. هنا بقى نبدأ نعمل لهم الجيت والسيت بتاع كل واحد. هبدأ اكتبها بايدي مش هكتبها بالت انزرشن في المرة اللي جاية. انا عايز اعمل الجيت ميثود. الجيت ميثود هترجع القيمة، يبقى هترجع string هسميها جيت، بتتكتب كده جيت يوزر نيم، بكتب نفس الفاريبل بس اليو كابيتال، اول حرف فيه كابيتال يوزر نيم. تمام، لما الميثود دي يتنادى عليها ايه اللي يحصل؟ هقول له return اليوزر نيم. بس ادي كده الجيت ميثود بتاعت اليوزر نيم. طيب عايز اعمل السيت ميثود، ما بترجعش حاجة، تبقى void set username برضو بأول حرف هيبقى ايه؟ capital. set username هتستقبل حاجة، اه طبعا هتستقبل string، هنسميه برضو username. طبعا انت ممكن تسمي اي اسماء انت عايز. طيب القيمة اللي احنا استقبلناها دي هنعمل فيها ايه؟ هنحطها في username بتاعت الكلاس. طب افرق ما بين الاتنين ازاي؟ بستخدم كلمة زي ما انتوا عارفين this.username هتساوي القيمة بتاع username اللي استقبلناها كبرامتر. كده انا عملت الجيت والسيت ميثود بتوع مين؟ بتوع اليوزر نيم. هعمل بنفس الشكل بتوع الباسورد، نعمل بتوع الباسورد هتبقى نشيل دي بس نخليها باسورد واول حرف كابيتال، وهنا برضو باسورد ودي طبعا هيريتيرن قيمة الباسورد، ودي نخليه يستقبل برامتر اسمه باسورد، ويحط الباسورد كبرامتر في الباسورد بتاع البيم. كده يبقى انا البيم بتاعي جاهز للشغل. اروح الاندكس بيج، بيسألني بقى الفاليو بتاع اليوزر نيم ده هنحطها فين؟ هقول له هاش وعلامتين دول، اقول له في البين اللي اسمه يوزر هتلاقي فاريبل جواه اسمه يوزر نيم. هنا ما بيجيبليش، ليه ما بيجيبليش؟ تعالوا نشوف البين ايه المشكله دي. المشكله في البين ان هو بيدور ايه الفاريبلز اللي ليها جيت ميثود، مش لاقي الجيت ميثود دي. ليه مش لاقيها؟ لان الميثود دي مش بابليك، يبقى لازم نعملها بابليك، وده شرط مهم جدا في البين، لازم الميثودز دي تبقى بابليك. خلي بالك طالما ما لقاش الحاجه بتاعته كميثود مظبوطه بيعتبر ان الفاريبل ده مش موجود. قالوا نعمل سيف ونرجع تاني، اقول له هنا بقى يوزر، شوف بدا يقرا لي انت عايز الباسورد ولا اليوزر نيم، هقول له اليوزر نيم. هنا في الفاليو نفس الموضوع، يبقى يوزر دوت باسورد. يبقى هنا input text معناه ايه؟ معناه انا هرسم بوكس، والقيمه اللي هتيجي اليوزر هيدخلها في البوكس ده هيدخل هتتخزن عند السيرفر في اليوزر نيم. طب هنا بقى الفاليو هتيجي منين؟ هتيجي output text، يعني جيب الفاليو اللي موجوده في الفاريبل اللي اسمه ايه؟ يوزر دوت يوزر نيم. وهنا هجيب الفاليو من يوزر دوت باسورد. كده انا خلصت الابلكيشن بتاعي، تعال نعمل له ران. انا ران الفايل اللي اسمه اندكس، اول ما يقوم الفايل بتاعي هيجي الصفحه. هنا خلي بالكوا اي 3 ده الكونتكست باس، فيسز دي معناها ان دي صفحه خاصه بالجي اس اف
ابلكيشن، بمعنى ان لازم عشان الصفحه دي ما ينفعش تتباع كفايل زي ما هي كده للكلاينت، لازم انت كسيرفر تترجمها له الاول ك HTML كود، وده اسم الصفحه. خلينا نعمل لوجين باي اكونت، هيقول لي هلو ادمن يور باسورد از ادمن، ادمن اللي انا لسه داخل بيه. تمام، هنا بقى عايز اعمل لكم حاجه، دي كده سيبكم منها دلوقتي اللي انضافت دي. دي صفحه مين؟ صفحه الاندكس. لو انا كتبت هنا ويلكم هيبدا يجيب لي صفحه مين؟ صفحه الويلكم. تعالوا اضغط هنا تاني واضغط انتر، بيعمل ريكويست للصفحه. ايه اللي انا ملاحظه بقى؟ اللي انا ملاحظه حاجه مهمه جدا، ان اليوزر نيم بتفضل تظهر ادمن، والباسورد بتفضل تظهر ادمن ادمن. كل ما اعمل ريكويست للسيرفر حتى للصفحه دي تاني بيبعت لي الداتا دي تاني. ليه بقى؟ هنا الفكره بتاعت السيشن سكوب، ان هو السيرفر لما انا بعت له اليوزر نيم والباسورد ادمن وادمن ادمن سيفهم عنده، وهيفضل مخزنهم لي طول السيشن، طول الفتره او الجلسه اللي انا قاعد معاه فيها. هيروح امتى؟ هيروح في حاجه من اتنين، يا اما انا اقول له كبروجرامر صراحه انهي السيشن، او ان التايم اوت ينتهي. يعني مثلا انا كبروجرامر محدد له افضل مخزن الداتا دي 10 دقائق، بعد ال 10 دقائق شيلها من عندك، هيفضل كده لحد 10 دقايق، بعد ال 10 دقايق هبعت له ريكويست تاني هيجيب لي مكان الادمن، والادمن ادمن ده مسافه فاضيه. تمام؟ طيب دي كانت حاجه مهمه جدا عايزين نشوفها. عايزين بقى نرجع تاني لليوزر نيم، هغير بس حاجه فيه كده ونعمل ران تاني. هشيل السيشن سكوب دي واخليها ريكويست سكوب. عندي اتنين ريكويست، هختار الاولى اللي هي جافا اكس دوت فيسز دوت بي. تمام، هيعمل لي ليها امبورت فو، وشيل بتاع السيشن دي خلاص ملهاش لازمه، اعمل سيف ورن الفايل تاني. تعالوا بقى نعمل رن. انا هعمل لوجين باليوزر نيم ادمن والباسورد ادمن ادمن واقول له انتر. ايه اللي حصل؟ جاب لي هلو ادمن يور باسورد از ادمن ادمن. تعالوا نعمل ريكويست للصفحه تاني اللي اسمها ويلكم. اعمل ريكويست بيقول لي ايه بقى؟ هلو يور باسورد از. الله، فين قيمه اليوزر نيم وفين قيمه الباسورد؟ طاروا. ليه طاروا بقى؟ لان انا حطيت البيم في ريكويست سكوب. بمعنى ايه؟ بمعنى انا بعت له الداتا خزنها عنده، رد عليا بصفحه ويلكم شال الداتا من عنده. اجي بقى اقول له هات لي ويلكم تاني، بيجيب لي القيم اللي موجوده في اليوزر نيم والباسورد اللي هي ايه؟ فاضيه، لان خلاص هو اصلا شال الداتا دي ايه؟ من عنده. ده الفرق ما بين السيشن سكوب والريكويست سكوب، ان الريكويست سكوب بينهي الفاليوز اللي عنده، بيشيلها من الرامات بمجرد ما بيرد في اول ريسبونس، بعد كده خلاص القيم مش موجوده. طيب بالنسبه للسيشن، لا بالنسبه للسيشن بيفضل مخزنها طول الوقت. طيب تعالوا نعمل بقى اخر نوع عايزين نتكلم عنه، اللي هو الابلكيشن سكوب. قبل بس ما ادخل بالابلكيشن سكوب، خلي بالكم انا ممكن ادخل ب براوزر تاني. البراوزر التاني هيبدا يعمل لي سيشن جديده. بمعنى ايه؟ خليني اطلب الصفحه دي من السيرفر التاني، بيقول لي برضو بنفس الكلام هلو ايه يور باسورد از. طب خلونا نحط فيه السيشن سكوب. نرجع تاني معلش السيشن سكوب. رجعنا السيشن سكوب، تعال نعمل سيف ونرن تاني. عملنا رن للسيشن سكوب، هقول له اوكي، هيقول لي زي الفل ادمن ادمن. هقول له بقى جيب لي الصفحه اللي اسمها ويلكم دي تاني. الله، بيفضل يجيب لي القيم زي ما هي. تمام، تعالوا بقى نفتح اخينا التاني ده، اقول له هات لي الصفحه اللي اسمها ويلكم، برده جايبها فاضيه. ليه بقى؟ لان ده ما عملش لوجين. لما ده يعمل اندكس ونقول له مثلا احمد والباسورد 123 ونعمل اوكي، هيقول له هلو احمد يور باسورد ايه 123. لو قلت له هات الصفحه اللي اسمها ويلكم تاني، هيجيب لي هلو احمد يور باسورد ايه 123. ارجع للجروب اقول له هات الصفحه بتاع ويلكم، هيقول لي هلو ادمن يور باسورد از ادمن ادمن. الله، مخزن اليوزر نيم ادمن ولا احمد؟ لا، هنا بقى ايه الفكره بتاعت كل يوزر ليه مجموعه القيم بتاعته.
اليوزر بتاع الكروم ده مخزن له اليوزر نيم ادمن والباسورد ادمن ادمن، لكن اليوزر بتاع الانترنت اكسبلورر ده مخزن له اليوزر نيم احمد والباسورد 123، وده اللي بيفرق في السيشن سكوب. طبعا القيم هتفضل مخزنه لان انا في السيشن سكوب. اخر سكوب هتكلم عنه هو الابلكيشن سكوب. ابلكيشن سكوب، الابلكيشن سكوب هسيب واعمل ران ونشوف بقى ايه الفكره بتاع الابلكيشن سكوب. هقول له يور باسورد از احمد احمد الادمن اسف والباسورد ادمن ادمن. تعالوا نروح بقى لخينا التاني ده، اقول له هات الصفحه دي، يقول لي هلو ادمن يور باسورد از ادمن ادمن. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان السيرفر خزن اليوزر نيم والباسورد مخليهم شيرد لكل الكلاينت. اي حد هيغير التغيير ده هيأثر على كل الكلاينتس التانيين، تمام؟ وبالتالي يوزر نيم وباسورد هنا في الابلكيشن سكوب، وهنوضح ان شاء الله الكلام ده بشكل اكثر تفصيلا في المره الجايه. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.